بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من دروس قواعد اللغة العربية. موضوع درس اليوم إن شاء الله تقسيم الاسم إلى مفرد ومثنى وجمع. قبل الدرس نصحح الواجب المنزلي المقدم لكم في الدرس الماضي، درس الماضي، المعرفة والنكرة. أكمل الناقص باسم معرفة مناسب. إذن هذه الجمل جمل ناقصة، نكملها بأسماء معرفة. ركزوا معي. دخل المفتش المدرسة، دخل المدرسة نكمل باسم معرفة، دخل المفتش المدرسة، أو دخل المدير المدرسة، أو دخل التلميذ المدرسة، دخل عمر المدرسة، إلى آخره. الجملة الثانية، في أزهار كثيرة، نقول مثلا في البستان، بستان اسم معرفة يبدأ بالألف واللام، في البستان أزهار كثيرة، في المزهرية أزهار كثيرة، في الحديقة أزهار كثيرة. الجملة الثالثة، اشترى، إذن هنا نضع اسمين، من السوق مثلا، اشترى أبي، معرفة، اسم معرفة، السيارة من السوق، أبي والسيارة اسمان كل منهما معرفة. سلمت على أمي، أو سلمت على الضيف مثلا. الجملة الرابعة، رجع من، مثال، رجع جدي، اسم معرفة، من الحج، رجع جدي من الحج، رجع الأب من العمل مثلا. الجملة الأخيرة، شعرت بالبرد. لاحظوا هذه الأسماء كلها أسماء معرفة، إذن أكملنا الناقص بأسماء معرفة. صححوا التمرين يا أطفال، ركزوا جيدا. ننتقل معا إلى الدرس الجديد. لاحظوا معي الأمثلة. جاء العامل، حضرت المعلمة، جاء العامل، حضرت المعلمة، العامل، المعلمة، العامل. هذا الاسم يا أطفال ما نوعه من حيث العدد؟ العامل كم؟ نعم، واحد، أحسنت. إذن الاسم الذي يدل على واحد كيف نسميه؟ المفرد، جميل، المفرد. حضرت المعلمة، كم معلمة حضرت؟ واحدة، جميل. كيف نسمي الاسم الذي يدل على واحد أو واحدة؟ نسميه المفرد. إذن الاسم الذي يدل على واحد أو واحدة نسميه المفرد. المجموعة باء، جاء العاملان، حضرت المعلمتان، كم عاملا جاء؟ اثنان، جميل. وكم معلمة حضرت؟ اثنتان. بما نسمي الاسم الذي يدل على اثنين أو اثنتين؟ ألا؟ المثنى، جميل، المثنى. إذن الاسم الذي يدل على اثنين أو اثنتين نسميه المثنى. المجموعة جيم، جاء العمال، حضرت المعلمات، العمال، المعلمات، العمال، اسم يدل على أكثر من اثنين، أحسنت. المعلمات اسم يدل على أكثر من اثنتين، إذن العمال اسم يدل على جمع العامل، المعلمات اسم يدل على جمع المعلمة، إذن الجمع يا أطفال يدل على أكثر من اثنين أو اثنتين. القاعدة،
الاسم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مفرد ومثنى وجمع. المفرد ما دل على واحد أو واحدة من إنسان أو حيوان أو نبات أو جماد أو شيء آخر. المثنى ما دل على اثنين أو اثنتين مذكر ومؤنث من إنسان أو حيوان أو غير ذلك. الجمع ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين، ثلاثة فما فوق، ثلاثة، أربعة، خمسة، عشرة، مليون، إلى ما لا نهاية من الأعداد. الجمع ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين من إنسان أو حيوان أو نبات أو شيء أو غير ذلك من الأشياء. إذن الاسم ثلاثة أقسام: مفرد ومثنى وجمع. اقرأوا جيدا القاعدة يا أطفال وركزوا معها. التطبيق: أكمل الفراغ باسم مفرد ثم مثنى. نكمل باسم مفرد ثم نعيد كتابة الجمل ونكمل بمثنى. نام، سلمت على، مرضت، اشتريت، أثمرت، وضعت على. نكمل الفراغات أولا المرة الأولى باسم مفرد، ثم نعيد كتابة الجمل ونملأ الفراغات باسم مثنى. ننجز التطبيق يا أطفال ثم بعد ذلك نعود للتصحيح. إذن نصحح معا يا أطفال. قلنا أكملي الفراغ أو أكمل الفراغ باسم مفرد. نام الرضيع أو نام الأب أو نام الطفل اسم مفرد. سلمت على المعلمة، سلمت على الحارس في المدرسة، سلمت على التاجر في دكانه. مريضت الجدة، مريضت البنت. اشتريت كتابا، اشتريت كراسا، اشتريت قلما، اشتريت سيارة. أثمرت الشجرة، وضعت الكراسة على الطاولة. إذن هذه الأسماء كلها تدل على مفرد. صححوا أطفال. الشطر الثاني قلنا أكمل بمثنى، إذن أكمل الفراغ باسم مثنى. نفس الجمل: نام الولدان أو نام الرضيعان، سلمت على الضيفين، سلمت على الأستاذين، مريضت البنتان مثنى، اشتريت قميصين، اشتريت كتابين، اشتريت قلمين، أثمرت الشجرتان، وضعت الكتابين على الطاولة. فقط هنا ملاحظة يا أطفال، لماذا هنا الولدان وليس الولدين؟ لماذا هنا الضيفين وليس الضيفان؟ هنا الدرس هذا درس خاص موضوعه إعراب المثنى. عندما تصلون إن شاء الله في السنة القادمة في الموسم الدراسي القادم إلى إعراب المثنى ستعرفون لماذا الولدان هنا ولماذا الضيفين هنا. إذن نصحح الأخطاء يا أطفال إن كانت هناك أخطاء، ثم ننتقل إلى الواجب المنزلي. الواجب المنزلي: رد كل جمع من الجموع الآتية إلى مفرده واستعمل كل مفرد في جملة مفيدة. هذه جموع يا أطفال، نرد كل منها إلى المفرد ثم نوظف كل مفرد في جملة مفيدة من إنشائك: نجوم، بساتين، مخترعون، بحار، سفن، حجرات، جنود، أطباء. أريدكم يا أطفال أن تبدعوا في تركيب الجمل. نصحح التطبيق إن شاء الله
في الدرس القادم. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. شكرا لكم على انتباهكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.